أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها في المصدر أونلاين: أمهات المختطفين للأمم المتحدة حاكموا كل من اختطف أبناءنا من منازلهم. مواقع إخبارية: تهديدات بالقتل في جامعة صنعاء وربط إلكتروني في جامعة عدن. ميليشيا الحوثي وصالح زرعت أرض اليمن بربع مليون لغم أرضي. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم: مواطن نجا من حادث مروري ومات في حادث آخر بعد 10 دقائق. أهلا بكم، والبداية من أكثر الأخبار التي تناقلتها المواقع الإخبارية المحلية، حيث عنون موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: تقرير سري للأمم المتحدة، إيران زودت الحوثيين بالأسلحة في 2016. وقال تقرير سري نصف سنوي للأمم المتحدة إن الأمين العام السابق وجه رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة خلال العام 2016، ويشير التقرير الذي من المحتمل أن يناقشه مجلس الأمن بعد أيام اتهام فرنسا لطهران بأن شحنة سلاح إيرانية ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس الفائت وكانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن. ويقول الموقع إن إيران تدعم ميليشيا حزب الله وقوات نظام بشار الأسد في سوريا، كما تدعم الحوثيين في اليمن. موقع الموقع بوست يورد قصة أحد الصحفيين الذي لم يشفع له اعتزاله العمل للنجاة من الاعتقال الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وعنوان الموقع: تيسير السامعي، الصحفي الذي اعتقله الحوثيون رغم اعتزاله العمل الصحفي. ويقول الموقع إن تيسير صحفي اعتقلته جماعة الحوثي وصالح المتمردة صباح الاثنين قبل الماضي أثناء خروجه من منزله الواقع في منطقة دمنة خدير التابعة لمحافظة تعز. يقول أقارب الصحفي السامعي: المسلحون الحوثيون قاموا باعتقاله بدون أي مبرر أو ذنب، وقاموا باقتياده إلى جهة مجهولة. ويتابع الموقع بوست: السامعي واحد من أكثر من 18 صحفي يقبعون خلف قضبان سجون جماعة الحوثي والرئيس السابق، وجميعهم من المناوئين للانقلاب. دكتور جيكل مستر هايد، تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في أجزاء منه: هجر النوم جفون رئيس عربي، فقام من مهجعه في الساعة الثانية فجر يوم 15 من يوليو عام 2000، وتوجه صوب ضريح بطل قومي تاريخي عظيم يعد رمزا خالدا لشعبه ووطنه، فهدمه ونقل الجثمان إلى منطقة نائية. والسبب أنه يثير في نفوس الشرفاء والخيرين من أبناء شعبه حين يمرون بالضريح أروع مشاعر الفخر والعزة وأجمل معاني الكرامة والإباء. وفي الساعة الثانية من فجر اليوم التالي كنت أعيد قراءة رواية دكتور جايكل ومستر هايد للأديب الاسكتلندي روبالت لويس، والتي كتبها في العام 1886. دكتور جايكل ومستر هايد شخصيتان متناقضتان لشخص واحد. ما الذي يدعوني هنا لاستحضار هذه الظاهرة الشاذة في الحياة العامة والحياة السياسية على نحو خاص؟ فهم مع الديمقراطية ما دامت هذه الديمقراطية قائمة بعيدا عن قاماتهم وقوائمهم، وهم مع حرية الصحافة ما دامت هذه الحرية تنام كالحرية بين أحضانهم. إن هذه الشخصية الانفصامية هي التي تحكمت بمفاصل السلطة والقرار في البلاد طوال تاريخها الحديث والمعاصر، فما زلنا نسمع من يتحدث عن زهده في السلطة وعند أول فرصة سانحة يهدم البلاد كلها على رؤوس أهلها في سبيل العودة إلى كرسي الحكم، ولو بلبوس جديد وبقناع مختلف وبدمن يستخدمها للظهور على مسرح العرائس فيما يظل هو في الكواليس. إذا موقع المصدر أونلاين عنوان بخصوص القضية التي أصبحت بفضل الأمهات من أشهر القضايا التي تدين ميليشيا الحوثي في صنعاء، وعنوان الموقع:
أمهات المختطفين في سجون الحوثيين يواصلن احتجاجاتهن للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن. وقال المصدر أونلاين: تتواصل احتجاجات أمهات المختطفين اليمنيين في العاصمة صنعاء، حيث نفذن وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بسرعة الإفراج عن ذويهن المختطفين لدى جماعة الحوثي. وطالبت المحتجات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم كل من تورط باختطاف أبنائهن من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة وتعذيبهم حتى الموت للمحاكمة العادلة. وقالت الأمهات في بيان: عام مر والآلاف من أبنائنا ما يزالون مختطفين ومخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، وتعرض المئات منهم لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج وتقييد الأرجل بالسلاسل، وأودى التعذيب بحياة 72 منهم. صحيفة تايز المقاومة أوردت إحدى الحالات التي تتعرض للتعذيب داخل السجن، وقالت الصحيفة: إن المواطن نواف الهجري مختطف بسجن البحث الجنائي بذمار بتهمة عمله كجاسوس مع المقاومة. وأفادت مصادر خاصة بالصحيفة أن المواطن الهجري يتعرض للتعذيب الشديد من قبل أحد ضباط البحث الجنائي لإرغامه على الاعتراف بأنه يعمل جاسوسا للمقاومة. تتابع الصحيفة: يشكو عدد من نزلاء سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار تعرضهم لأنواع من الظلم والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية من قبل إدارة البحث الجنائي أثناء احتجازهم في سجن الإدارة. ووفقا للصحيفة، فإن السجناء يناشدون المنظمات المحلية والدولية والجهات المختصة في محافظة ذمار للتحرك لرفع الظلم عنهم والتعامل معهم بطريقة تحفظ لهم إنسانيتهم وفقا للنظام والقانون. موقع ماندا بريس في صفحته الرئيسية عنوان: ميليشيا الحوثي وصالح تفخخ التراب اليمني بربع مليون لغم. وأفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي وصالح زرعت ما يربو على ربع مليون لغم منذ بدء حروبها بعدة محافظات في مارس 2015. وأكدت مصادر تحدثت للعربية نت أن هذا الرقم يمثل إحصائية تقديرية لما تم زرعه حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة كون الميليشيات تقوم في العادة بزرع كميات إضافية من الألغام والمتفجرات قبيل انسحابها من أي منطقة تتمكن قوات الشرعية من تحريرها. ووفقا لتقارير الفرق الهندسية، فإن الميليشيات تقوم بتحويل الألغام الصغيرة المخصصة للدبابات والعربات إلى ألغام قابلة للانفجار في حال تعرضت للدهس من قبل الأفراد والمواشي والسيارات الصغيرة، وتقوم بربط الألغام ببطاريات قابلة للانفجار في حال تعرضت لدهس جسم لا يقل عن 10 كيلوغرامات. إلى الوراء بأيدينا وأيديهم. تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور، وقالت في أجزاء منه: مظاهر الاحتفاء وأحياء شخصيات قد هلكت بخيرها وشرها يبدو أمرا مثيرا للشفقة والسخرية بحد ذاته. إننا في ظاهر الأمر نبدو كأطفال نفتخر بفتوة حارتنا الذي لا ندري في أي قرن ميلادي ظهر تحديدا. إيقاظ الموتى لن يجعلهم يخوضوا معاركنا الخاصة أبدا. لقد صار لنا شماعات نعلق عليها أحقادنا يتشربها. أجيالنا جيلا بعد جيل، وحقيقة لا فرق بيننا وبينهم في بكائياتهم على من مات قبل مئات السنين، ولا في انتمائنا المتعصب لأحداث وقعت قبل قرون ونحييها اليوم. إن أي غلو في أي جانب يثير الكراهية، فاشفقوا على عقولنا قليلا من تلك البهارات الزائدة والحماسة الرعناء، ولا تعيدونا إلى الجاهلية بخطط هذه الميليشيا وبعقولكم التي تنتعش لكل صرعة غير مجدية ولا نعرف ما خلفها. نعم، نحن نفخر بعراقتنا كيمنيين وأن اليمن أصل العرب ومهد الحضارة الإنسانية، فلتكن أعيننا وأقلامنا من أجل إقامة دولة حرة تصنع لنا مستقبلا كريما، ولا نسخر أنفسنا لعودات مزدوجة للماضي الذي لن نغيره بل يدمرنا. موقع الوحدوي نت تابع ما يحدث لأساتذة جامعة صنعاء الذين يطالبون برواتبهم، وعنوان الموقع: أكاديمي حوثي يشهر سلاحه الناري في وجه رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء ويتوعد بتصفيته.
وقال مصدر مسؤول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأنه وأثناء قيام الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بزيارة إلى كليتي الآداب والعلوم مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لعقد لقاء تشاوري وقعت الحادثة. وقال المصدر إن الأكاديمي محمد الماخذي هدد رئيس النقابة وأعضاءها بالتصفية في حالة عدم مغادرتهم، محاولاً الاعتداء المباشر على رئيس النقابة الدكتور الظاهري وإشهار مسدسه الشخصي. وأكد المصدر بأن تدخل عدد من أعضاء هيئة التدريس حال دون ذلك ليوجه الماخذي بعدها أحد مرافقيه بتصفية الظاهري. ومقابل التهديدات بالتصفية التي يتلقاها أساتذة جامعة صنعاء، تناقش جامعة عدن وفقاً لموقع عدن تايم الخطوات الأخيرة للربط الشبكي لكليات الجامعة. وقال الموقع إن رئيس جامعة عدن الخضر ناصر رسور ترأس اجتماعاً للجنة الربط الشبكي بجامعة عدن، وذلك لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة من استعدادات لعملية الربط الشبكي لثلاث كليات بالجامعة كمرحلة أولى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال الموقع إنه من المقرر أن تلي ذلك المرحلة الثانية لتشمل كل الكليات والمراكز العلمية والوحدات الإدارية التابعة للجامعة. ويتابع عدن تايم إن الربط الشبكي سيسهم في تطوير أداء الجامعة ونشاطها الأكاديمي وتعزيز دورها لمواكبة التطور التكنولوجي لنظم الاتصالات الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم الجامعي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ميدانيا عنونت صحيفة الاتحاد في إحدى صفحاتها الداخلية تحرير معسكر العمري والتحالف يدك الميليشيات في المخا. وتقول التفاصيل إن قوات الشرعية اليمنية حررت معسكر العمري الواقع شمال بلدة ذباب الساحلية جنوب غرب تعز من ميليشيات الحوثي وصالح في ثالث أيام عملية الرمح الذهبي، وذلك لاستعادة الساحل الغربي وتأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في بيان إن وحدات الجيش حررت معسكر العمري بالكامل وجبال شرق ذباب وتبة النمر غرب تعز، وستواصل الزحف نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري حيث المعارك على أشدها، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيات. صحيفة الخليج تابعت الاهتمام الحكومي بأهالي وأقارب من يقدمون أرواحهم لأجل خلاص البلاد من الميليشيا، وعنونت إجراءات حكومية لرعاية ضحايا الانقلاب والإرهاب في اليمن. تقول الصحيفة إن الحكومة اليمنية تقوم بإجراءات حثيثة بهدف إيلاء الرعاية والاهتمام لضحايا الحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح والعمليات الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش. رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أكد اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى، وقال إن هناك إجراءات حثيثة لاستيعاب كافة أهالي الشهداء حيث سيتم صرف معاشات لأسرهم وعلاج الجرحى. بن دغر دعا أيضا المنظمات الدولية والحقوقية والإغاثية إلى فتح مكاتبها في عدن بعد أن وجه وزارة الداخلية والسلطة المحلية بتسهيل جميع الإجراءات أمامها وتوفير كل أشكال الدعم والحماية الأمنية لها. صحيفة العربي الجديد عنونت في الشأن اليمني وقف صكوك للحوثيين بمليار دولار. مصادر مصرفية في اليمن كشفت أن الحكومة أحبطت محاولة للحوثيين لإصدار صكوك بقيمة 250 مليار ريال، يعني مليار دولار، ابتداء من مطلع العام الجاري من خلال فرع المصرف المركزي في صنعاء. وقالت المصادر في تصريحات خاصة للعربي الجديد إن جماعة الحوثي كانت تخطط لبيع الصكوك للبنوك المحلية، غير أن الحكومة أصدرت توجيهات صارمة للبنوك بعدم التعامل مع وحدة الصكوك في فرع البنك المركزي بصنعاء،
والخاضع لسيطرة الحوثيين. سلطات الحوثيين وبحسب ما ورد في الصحيفة قررت مطلع يناير الجاري معاودة إصدار الصكوك الإسلامية من خلال فرع البنك في صنعاء في إطار الجهود لمعالجة أزمة السيولة والإيفاء بالتزاماتها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وفق ما نقلته نسخة وكالة الأنباء اليمنية التي يديرها الحوثيون. لكن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي طالب المصارف التجارية نهاية أكتوبر الماضي بعدم التعامل مع فرع المركزي في صنعاء، مشددا على حصر تعاملها مع البنك الرئيسي في عدن. الثابت في السياسة الخارجية الأمريكية، تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج متطرقا للدور والنظرة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. يعتقد البعض بل يتوهمون أن أي تغيير رئاسي في الولايات المتحدة سيغير السياسة الخارجية الأمريكية ضمن إسقاطات شاملة لا تستثني مكانا بذاته في العالم. والحقيقة المطلقة النابعة من تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية تبين لكل ذي عقل ولب أن النقطة المركزية في النظرة الأمريكية لعموم الشرق الأوسط نابع من تل أبيب، باعتبار أن القاعدة العسكرية الاستراتيجية هناك إنما هي خط الدفاع الأول عن النموذج الأمريكي واستتباعاته الأوروبية والعالمية، وهذا ما يصرحون به ويقولونه في متونهم السياسية الناظرة لأمر العرب ومحيطهم الإسلامي. الأمر الآخر الذي ينبغي إدراكه بوضوح واثق أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لا تقرأ المستجدات والشواهد والتحديات الماثلة في الشرق الأوسط بمنطق القطيعة مع تقاليد الماضي القريب والبعيد، بل باعتماد مرئيات مؤسسية صادرة عن الخارجية والأمن الخارجي والأمن الداخلي. وقد كنت شخصيا شاهد حال على قراءة الولايات المتحدة للمسألة اليمنية أثناء حرب الشمال والجنوب عام 1994، على الذين يستمرئون ويرقصون طربا للمواقف الأمريكية المحسوبة لصالحهم اليوم أن يدركوا تماما أنهم سيكونون الضحايا اللاحقين لسياسة الفوضى البناءة. وتكمن جوهرية هذا الاستنتاج الاستراتيجي في حقيقة موضوعية تتلخص في أن اندفاع الأطراف المختلفة في وهمها المقرون بالموقف الأمريكي المنحاز لهذا الطرف أو ذاك إنما هو المقدمة لدفع الثمن الأفدح في المستقبل القريب. ومن بين الأخبار الأكثر تداولاً ما جاء في صحيفة الإمارات اليوم والتي عنونت مواطن نجا من حادث ومات في آخر بعد 10 دقائق. وقالت الصحيفة إن مواطناً توفي في حادث مروري بعد دقائق من إصابته في حادث آخر على شارع الإمارات، وفق مدير الإدارة العامة للمرور الذي أشار إلى أن الحادثين المتتابعين وقعا خلال 10 دقائق تقريباً. وقال مدير الإدارة العامة للإمارات اليوم إن الحادث الأول وقع في الساعة 4 عصراً حين اصطدمت مركبة المواطن بشاحنة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بسيطة، وتم نقله إلى خارج الطريق إلى جوار عمود إنارة في انتظار سيارة الإسعاف. وأضاف بعد 10 دقائق فقط وقع حادث آخر خلف الحادث الأول، ما أدى إلى انحراف مركبة إلى خارج الطريق ودهست المواطن المصاب، ما أدى إلى وفاته. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ عروس تحاول الانتحار اعتراضا على العريس. وقالت صحيفة القدس عروس صينية أقدمت على إلقاء نفسها من شرفة منزلها وهي ترتدي فستان الزفاف بعد محاولة أهلها إجبارها على الزواج من رجل أعمال ثري في عمر والدها. وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع لحظة وقوع الحادث، ولحسن حظ العروس جاء سقوطها على سقف سيارة لتنجو من الحادث باستثناء بعض الكسور البسيطة، وقامت سيدة بإنقاذها. الباحث المصري والمتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإقليمية للشرق الأوسط سامح الراشد كتب مقالاً في صحيفة العرب الجديد عنوانه ب الشرق الأوسط تحت الوصاية الروسية. قال في أجزاء منه بينما يستعد دونالد ترامب لتولي مقاليد السلطة في البيت الأبيض يجهز نظيره الروسي فلاديمير بوتين نفسه لقفزة جديدة على ملفات الشرق الأوسط وقضاياه بدخول قوي على خط القضية الفلسطينية لتضيف موسكو صفحة إضافية إلى تاريخها الجديد في هذه المنطقة.
بعد أن انتهت بالفعل من تصدير صفحة حافلة في سوريا بدأتها عسكرية خالصة، وها هي الآن تطعمها بالدبلوماسية والمبادرات السياسية. السياسة الروسية منذ سنوات لا تترك شاردة أو واردة إلا وتحاول الاستفادة منها، خصوصا بتعظيم المصالح الروسية وبالتالي توسيع دورها إقليميا وعالميا. ولما كانت الولايات المتحدة قد شرعت منذ أكثر من 5 سنوات في الخروج من المنطقة والالتفات شرقا نحو الصين وأقاصي آسيا، لم يكن على موسكو حرج في الاندفاع نحو الشرق الأوسط وملء فراغ كبير ستتركه واشنطن. لذا يخطئ من يتصور أن رئاسة ترامب ستعني عودة أمريكا القوية إلى الشرق الأوسط، وأن أوباما المتردد اللين سيسلم الشرق الأوسط إلى رئيس جمهوري قوي يسترد لواشنطن هيبتها وهيمنتها على الشرق الأوسط. فشعبوية ترامب وأسلوبه الأهوج لا يعنيان بالمرة أن واشنطن ستنغمس مجددا في مستنقعات الشرق الأوسط، بل على العكس سيكون ترامب سعيدا وهو يتابع اطلاع موسكو بمهام الدولة الراعية وأدوارها بما يعنيه ذلك من أعباء ومكاسب. التقط مصور محترف يدعى فينسنت لافوريت لقطات ساحرة لعدد من المدن التي لا تنطفئ أضواؤها ليلا ليخيل إليك أنها لا تنام. صور لافوريت لقطاته من على مسافة 7500 قدم فوق الأرض بطائرة هيليكوبتر، وجمعها في كتاب مؤلف من 228 صفحة من المغامرات الجوية. نتابع بعض هذه الصور والتي وردت في صحيفة الإمارات اليوم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نختم بمجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.